السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي اليوم أطفالي الصغار في درس جديد في مكون الرياضيات. درسنا اليوم بعنوان الحساب الذهني. إذن سوف نتعلم اليوم كيف نضيف العدد ثم نحسب الجمع. لننظر إلى المثال الذي أمامنا. إذن لنقرأ السؤال. السؤال يقول: أضيف ثم أكتب الجمع. سوف أعيد: أضيف ثم أكتب الجمع. إذن لدينا هنا العدد 5. إذن سوف نضيف إلى 5 العدد 1. إذن 5 + 1 كم تساوي؟ أحسنتم، تساوي 6. إذن سوف نكتب العدد 6. إذن 6 + 1 كم تساوي يا أطفال؟ جيد، تساوي 7. إذن سوف نكتب هنا العدد 7 ثم 7 + 1. إذا أضفنا 1 إلى 7 كم يساوي؟ أحسنتم، يساوي 8. إذن سوف نكتب هنا العدد 8 ثم 8 + 1 كم تساوي؟ جيد، تساوي 9. ثم 9 أضيف إليها 1. إذن 9 + 1 كم تساوي؟ تساوي 10. إذن سوف نكتب هنا العدد 10. إذن هنا كما لاحظتم بدأنا من اليسار إلى اليمين. إذن لننظر إلى المثال الثاني. في المثال الثاني سوف نبدأ من اليمين إلى اليسار. إذن دائما نتبع اتجاه السهم. لدينا هنا العدد 10. إذن 10 سوف هنا أضفنا 1 وهنا سوف نضيف 2. إذن 10 + 2 كم تساوي؟ أحسنتم، تساوي 12. إذن سوف أكتب هنا 12. إذن 12 + 2 كم تساوي؟ جيد يا أطفال، إذن تساوي 14. و14 + 2 إذن أضفنا 2 إلى 14 كم تساوي؟ أحسنتم، تساوي 16. إذن 16 + 2 كم تساوي؟ تساوي 18. إذن سوف أكتب هنا 18. ثم 18 + 2 كم تساوي؟ أحسنتم، تساوي 20. إذن سوف أكتب هنا العدد 20. إذن لننتقل الآن إلى المثال الثالث. إذن لننظر هنا. إذن هنا سوف نبدأ من اليسار إلى اليمين. إذن كما قلت سابقا دائما نتبع اتجاه السهم. إذن هنا لدينا العدد 14. إذن 14 + 2 كم تساوي؟ تساوي 15. جيد، و15 أضفنا إليها 1. إذن 15 + 1 كم تساوي؟ أحسنتم، تساوي 16. ولكن لننتبه هنا، هنا أضفنا 1 وهنا سوف نضيف 2. إذن 16 + 2 كم تساوي؟ تساوي، أحسنتم، تساوي 18. ثم لدينا هنا 18 + 2 كم تساوي؟ تساوي 20. جيد. والآن يا أطفالي الصغار سوف نأخذ دفتر المنزل ثم أكتب التمرين التالي. إذن لنقرأ السؤال. السؤال يقول: أضيف ثم أحسب الجمع. إذن هنا لدينا العدد 10. إذن سوف تضيفون العدد 1 إلى 10. إذن 10 + 1
اكتب الجمع هنا او اكتب العدد الصحيح في هذه الخانة، ثم اكمل التمرين بنفس الطريقة. ثم لننتقل الى المثال الثاني، هنا نبدأ من اليمين الى اليسار، لدينا هنا العدد 4، هنا سوف نضيف 2، إذن 4 زائد 2، ثم أكتب الجمع هنا داخل هذه الخانة، ثم أكمل التمرين بنفس الطريقة. وهنا لدينا العدد 7، إذن 7 زائد 1، أكتب هنا الجمع، العدد الصحيح أكتبه هنا داخل الخانة. ثم انتبهوا هنا، إذن هنا لدينا العدد 1، أضفنا العدد 1، وهنا لننتبه إذن أضفنا العدد 2، إذن سوف نكمل التمرين بنفس الطريقة. وحاولوا أطفالي الصغار أن تقوموا بإنجاز هذا التمرين بطريقة صحيحة، وأعانكم الله.